مع هاد الصاد فهمتيني، تيجيو الناس بالكثره وحنا مرخصين لهم ودايرين معاهم ثمن زوين. ولاد الشعب راه ضروري، ولاد الشعب راه ما يفوتش ولاد الشعب. باراسول اللي عنده 20، اللي ما عندوش 15، اللي عنده 10، حنا ما تنضربوش مع بنادم حساب، حيت حنا الا مشينا درنا مع بنادم حساب حتى حنا نمشيو لشي بلاصه نبغيو نتقداو ويديروا معنا حساب. اشمينا غلاش في اي حاجه، في المواد الغذائيه، في اي حاجه، لا في الباراسولات لا في اي حاجه غلاش. باراسول كنا كنشريو حنا ب 90 درهم 80 درهم، ولينا كناخذو ب 3400. الحمد لله على كل حال فهمتيني، حنا الحمد لله. امين واكلي باقي كنترصعوا الله في هاد البلايص باش ناكلوا فيها الخبز، هذاك هو الرباح. مساعدين مع الناس، مساعدين مع كل شيء. لا ما تلقى حتى شي مشكل الحمد لله مع لا مع السلطات، لا مع الناس. السلطات راه بالعكس دايرين الخدمه ديالهم وحاضرين معنا، وحنا كنشوفوا شي واحد اللي ما ماشي هو هذاك تنديروا خدمتنا، تنشوفوه بان بغى يسرق ولا شي حاجه راه تنشدوه تنطلعوا البوست، تنطلعوا عندهم بان هذا السيد راه بغى يسرق ولا بغى يدير شي حاجه، تنحيدوا عنا حنا مسؤوليه، ما نضربوه ما والو، تنطلعوا عند رجال الامن تنطلعوا عندهم وما راه ياخذوا المجرى ديالهم. جا مول حوايج بغى يسامح ليه راه غيسامح ليه وعادي. انا تنساعدوا مع الناس من الصيف الصيف، تنخدم 3 شهور من الصيف الصيف. انا كنت نخدم في الوقايه المدنيه، انا ملي كانت عندي 13 عام وانا كنت نهبط للبحر كنعاون واحد السيده كانت تخدم هنا، كنت نجي نعاونها هادي الحمد لله. وانا باقي شاد بلاصتي وخدام والناس مساعدين معايا وكلشي مساعد معايا الحمد لله. هنا خويا قول شي 20 بحال هكا كنترزق بها الله، وعندي والديا مراد ليا، وعندي اخ كنعاون فيه، وعندي خوتي فهمتيني، عندي اسره. انا هو لقمه العيش ديال الاسره كما كنقولوا حنا، اللقمه ديال الاسره ديال العيش. والديا كبروا وكارين فهمتيني، خصني نتعاون معاهم. مرحبا بهم، انا تنطلع من طنجه للقويره ومن الغربه كامله، لا داخل الوطن لا خارج الوطن، مرحبا بهم. ومرحبا بالجاليه ديالنا اللي عايشه في برا، مرحبا بهم في بلادهم. وتنقولوا لهم من هذا المنبر عواشركم مبروكه، وبغيتهم يعيدوا يعيدوا يعاودوا يعيدوا بالصحه والسلامه. واللي بغى يجي مرحبا به، يجي عند مصطفى، انا راه مع العوده ديال ماكدو، سولوا على مصطفى مول باراسولات راه يجيبوكم حتى لعندي.